السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن افضل 6 ماسكارات استخدمها حاليا وحابتنهم. هذا الفيديو تكملة لسلسلة توب 6 بديت فيها من فترة، وبحط لكم تحت روابط الفيديوهات الثانية. طبعا حاولت انوع في هالمسكرات ما بين الهاي اند والدراغ ستور، في مسكرات ثانية بعد انا احبها بس خلصت وما استخدمها حاليا، فاللي بذكرهم الحين المسكرات اللي حاليا استخدمهم وحابتنهم. تعالوا وياي اراويكم هاي المسكرات. مسكرة بنفيت ذا ريل، هذه من احلى المسكرات اللي عندي. فرشاتها شوي غريبة، راس الفرشاة بهالطريقة، يعني احس ان هاي الفرشاة مناسبة لتبشيط الرموش، تعطيها غلط، تعطيها طول. احيانا بس اكتفي بهذه المسكرة. طبعا هالمسكرة موجودة في ستاندات بنفيت. ثاني مسكرة بيتر ذان لاف من تو فيس، هاي المسكرة سوت ضجة كبيرة، واول ما يابوها في سيفورا دايما تكون مخلصة، بس حاليا اشوفها موجودة دايما. وشي فرشاتها بعد نفس الشيء، فرشاتها حلوة، سوادها حلو، تمشط الرموش خصوصا الرموش العلوية. احيانا الرموش السفلية اذا رموشك صغيرة هذه ممكن توسخ شوية. وطبعا موجودة هاي المسكرة في ستاندات تو فيس. من ميبلين لاش سنسيشنال، طبعا ميبلين عندهم وايد مسكرات مختلفة بس انا هذه اللي احبها لاش سنسيشنال. احب الفيرجن اللي هو الووتر بروف منها اكثر من الفيرجن العادي، ما ادري شي حبيتها اكثر. فرشاتها شوي فيها انحناء حلو، تنفع هاي الفرشاة بعد للرموش السفلية والرموش العلوية، تمشطهم، تعطيهم غلط، تفرقهم. احب استخدمها بعد مع مسكرة ديريل، ونادر ما استخدمها بروحها. من سيفورا اوتريجس كيرل، هذه المسكرة ممتازة بالذات للرموش السفلية. مشكلتها انها تتم شوي رطبة، يعني تاخذ وقت علشان تنشف، غير عن شي ما شفت لها اي عيب ثاني. فرشاتها وايد صغيرة، من شي اقول لكم حلوة حق الرموش السفلية، طبعا تنفع للرموش العلوية بس انا بالذات احب استخدمها في الرموش السفلية، تفرقهم، تعطيهم غلظ، وتخلي شكلهم مرتب. ودامنا نتكلم عن سيفورا، بعد مسكرة سيفورا اوتريجز فوليوم، هذه عجيبة، هذه تعطي غلظ حلو للرموش. شي فرشاتها وايد وايد عملية، بسرعة تنحط وبسرعة تنشف، مو مثل الثانية هذه ما تاخذ وقت انها تنشف، وبعد موجودة في سيفورا. واخر شيء مسكرة من اركانسل، الحلو في هاي المسكرة انها لها مثل الطرفين، يعني طرف الفرشاة نفسها رؤوسها رفيعة، والطرف الثاني لا الرؤوس شوي اغلط، فاذا تبغين مثلا بس تمشطين الرموش فيها ممتازة، او اذا تبغين تزيدين يعني الفوليوم مالها بعد ممتازة، وسعرها وايد حلو. اركانسل موجودة في سنتر بوينت. وهذه كانت يا حلوات افضل 6 مسكرات عندي حاليا وحابتنهم. اتمنى انكم استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي استفسار، وبعد سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامه.